الخلفاء الراشدين، من هم الخلفاء الراشدين؟ يعني هنالك غفزة على العقول وتسطيح لعقول عامة المسلمين، ونحن يعني لا نقبل مثل هذا التسطيح، ولذلك نحن ندعو الجميع أن يوعي ويعمل على توعية هذه الأمة حتى لا يقبلوا مثل هذا التسطيح. الخلفاء الراشدين، يقول لك الخلفاء الراشدين هم الذين حكموا في التاريخ. أولا، لا من النبي ولا من القرآن ولم نجد أي نص صريح، ويتحدى الجميع أن يأتي بنص صريح يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فترة الخلفاء الأربعة الخلافة الراشدة. نعم، ما في. من الذي سمى الخلافة الراشدة؟ نعم، المؤرخين المتشرع فيما بعد. المؤرخين لما شافوا فظائع معاوية، شافوا فظائع بني أمية، شافوا القتل وسفك الدماء، نظروا إلى تلك المرحلة التي حكموا فيها الأربعة بأنها فترة راشدة، فسموا الخلفاء الراشدة. سماها الخلافة الراشدة. يعني هذه التسمية مو تسمية إلهية، مو تسمية أمر الله سبحانه وتعالى بها ورسوله، تسمية جاءت متأخرة. المؤرخين والباحثين في التاريخ الإسلامي سموا فترة الخلفاء الأربعة فترة الخلافة الراشدة. فإذن هذه التسمية كيف ننزلها على حديث خاله النبي قبل تحقق الخلافة الراشدة؟ إذا لابد أن نبحث عن من هم الخلفاء الراشدين. إذا بحثنا عن الخلفاء الراشدين نجد في البخاري ثلاث روايات العجيبة، ما أدري يعني، الحمد لله رب العالمين الذي جعل حجة الشيعة عند الآخرين. ثلاث روايات في البخاري، تسع روايات في مسلم، في ابن ماجه ثلاث روايات، في الترمذي يمكن رواية، في ابن حبان 20 رواية، 20 طريق عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الخلفاء من بعد 12 خليفة. يعني عجيب، كيف هؤلاء الناس يدعون انهم متبعين لسنة النبي؟ هذه سنة النبي اول سنة ضربوا بها عرض الحائط، هذه السنة. خلفاء من بعد 12 خليفة، احتاروا حاسوا كيف يفسروا هذه الرواية، كيف يفسروا هذا الحديث. حكام بنو أمية اكثر من 30، أحسن أن يرقم الخلفاء لم يستطع، لم يستطع. وصل إلى رقم ووقع. والعجيب القريبة، الجميع يتهمون نحن بأننا نتعدى على معاوية. يتهموا الشيعة أنهم يتعدون على معاوية. ما في واحد من الذين عد الخلفاء الراشدين وضع معاوية ضمنهم. مباشرة يقول لك علي، يقول لك أبو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم عمر بن عبد العزيز. وين معاوية؟ ليش ما سجلت معاوية؟ إذا تعتقد أنه صحابي وجليل وكاتب للوحي وتتردد عنه، لماذا لم تجعله من الخلفاء الراشدين؟ يا حسين يا ابن بدر وحنين، يا سراج الحق يا بدر اللجين، سارقت دقات قلبي في ركاب، أنشدتني يا لثارات الحسين. ماذا يقول عنه شيخ من شيوخهم ومن أعلامهم في فتح الباري؟ في فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي أنا أشرت مرارا، دار السلام الرياض المجلد 8 صفحة 477. هذا الذي عبر عنه ابن تيمية. ماذا قال؟ اتبع ما أسخط الله، اتبع ما أسخط الله وكره رضوانه. يقول والمستغرب، يؤدي أن هذه العبارات تخرج وهي عجيبة، والمستغرب ما أخرجه الطبري بإسناد حسن. من يقول؟ ابن حجر العسقلاني. ابن حجر ده يقول في فتح الباري، يقول في فتح الباري بإسناد ماذا؟ حسن. الرواية أخرجها الطبري، ولكن هو يقول ماذا؟ بإسناد حسن. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية، يا آية قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وضع رسول الله يده على صدره وقال أنا المنذر، وأومأ إلى علي وقال أنت الهادي، بك يهتدي المهتدون بعدي. هذا علي
عند رسول الله، وهذا علي عند من؟ عند شيخ الإسلام الأموي. انظر إلى القرآن يصفه الهادي، ولكل قوم، يعني العترة باقية مع القرآن لكل قوم هادي. هذا بحثه سيأتي لاحقا، ولكن الآن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. لما عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله أولى قرر الأمة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم؟ يعني طلب منهم هل تشهدون بأن لي الولاية من الله عز وجل عليكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. نفس الولاية التي لي هي لعلي. وهذه قرية لفظية على أنه حينئذ ما يمكن أن يجي واحد يتفلسف ويقول المولى هنا بمعنى ثاني، أو أخذ إقرارهم على إثبات ولايته من الله عز وجل، هالولاية اللي أقر لرسول الله بها هي نفسها أثبتها لعلي. فلما يجي واحد يتفلسف يقول هنا الولاية بمعنى المحبة بمعنى النصرة، معناها يكذب على نفسه، يضحك على نفسه. وإذا تريد تستعمل التأويلة، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن لو كان حديثنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يذكر المحدث أن الفضائل التي رويت لعلي بن أبي طالب أكثر من أي صحابي آخر، لأن علي رضي الله عنه كان في فتنة، فأصبح كل صحابي يعني عند الشيء عن علي رضي الله عنه يذكر هذه الفضائل. وأختلف أنا مع أخي خبيث الذي يرى أنه أخي عثمان أنه لن تثبت أخوة سيدنا علي الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي بسند حسن، قال له أبا أدرب أن تكون أخي في الدنيا والآخرة، والأصح من ذلك أنه قال أنت مني وأنا منك. ففضائل علي لا يحصيها العدد، لو كان حديثنا الآن عن علي لملأنا الدنيا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Oh my.
second and perhaps most compelling proof is in Kitab al-Sunna by Ibn Abi Asim. The important part is the commentary is by Albani, one of the biggest Salafi scholars. Now, what you find in the book, you go to page 519 to 520, you find a hadith where it says, إِلَّا أَنَّكَ لَسْتَ نَبِيًّا إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ أَذْهَبْ إِلَّا وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي. Subhanallah. It's the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi says to Amir al-Mu'mineen, you're like Harun to Musa, except you're not a prophet. And it is not befitting for me to leave this world, except that you be my khalifa after me. Subhanallah. Now, note the part where it says, Albani classes it as a hasan, as good. The hadith is a good hadith.